مساء الخير مشاهدي قناة ناي لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. دايما بقول لكم انا بحب كلمة صفحة جديدة ده او اسم البرنامج صفحة جديدة. ليه بقى بقول النهاردة ان برنامج صفحة جديدة اسم جميل جدا وعلى مسمى؟ يعني لان المنتخب المصري بيفتح صفحة جديدة بقاله اسبوع وشوية كده ما بين مع يعني الجمهور بتاعه في مصر، 100 مليون مواطن مصري، من اول ما كان بيلعب مع كوت ديفوار والحمد لله انتصر، والحمد لله بفضل الله علينا وفضل المجهود الكبير جدا للفريق ومنتخب مصر في الكاميرون الحقيقة، وبيلعب كان مع المغرب فزنا 2-1. فالمنتخب المصري 2022 بيفتح صفحة جديدة في كاس الأمم الأفريقية مع 100 مليون مواطن مصري اللي بيشجعوه واللي دايما بيدعوا له وبيقولوا له يا رب بإذن الله تعالى الماتشين اللي جايين دول مصر بإذن الله تعالى تنتصر. فكل التحية للمجهود الكبير للعيبة كلها للمنتخب المصري الحقيقة، واللي مش بس المصريين أشادوا بالمستوى والأداء الرجولي وفي الإصرار على أن أنا لا أنا عايز أكسب، أنا عايز أرفع راية مصر عاليا، أنا عايز 100 مليون مواطن مصري يفرحوا ما يباتوش زعلانين مبارح. فقد إيه في روح، يعني مش عايز أقول روح قتالية، أنا عايز أقول روح رياضية، وفيه نوع من الإصرار على النجاح، إصرار على أنه يفوز المنتخب المصري على الشقيقة المغرب. فألف مبروك، 1,000,000,000,000,000 مبروك. طبعا 100 مليون مواطن مصري تقريبا كان كله بيتفرج على هذا الماتش الجميل جدا القوي جدا تقريبا. يعني أنا كنت ماشي بروح من منطق بنتقل من مكان لمكان عشان برضو أتابع الماتش، كان تقريبا الشوارع كلها كانت فاضية. وعلى فكرة مش 100 مليون مواطن مصري فقط هم اللي كانوا بيتفرجوا على الماتش، الحقيقة إن كل اللي بيحب الكورة بشكل عام في قارة أفريقيا كان بيتفرج على الماتش. كان في ملايين من البشر في الكرة الأرضية اللي بتحب محمد صلاح اللاعب العالمي اللي هو أحسن لعيب في العالم، حضراتكم كانوا برضو في كل حتة في الكرة الأرضية كانوا بيتفرجوا على منتخب مصر اللي موجود فيه اللاعب العالمي، اللاعب أحسن لاعب في العالم هو محمد صلاح. فمش بس 100 مليون مواطن مصري، لا 100 مليون مواطن مصري والقارة الأفريقية وحضرتك الملايين من المصريين أيضا اللي موجودين في جميع أنحاء العالم، اللي موجودين وعايشين إذا كان في السعودية، في الإمارات، إذا كان في ألمانيا، إذا كان في كل حتة في العالم، المصريين كانوا برضو كانوا قدام الشاشة عشان بيتفرجوا على المنتخب. فهنيئا لهذا المنتخب العظيم اللي أداؤه أشاد بيه كل الناس في الكرة الأرضية. على فكرة في وسائل إعلام كثيرة بتتكلم عن الماتش بتاع امبارح وإصرار المصريين على إن هم يكسبوا. أنا عندي ملحوظة صغننة قد كده أهو، ملحوظة صغننة قد كده أهو هركز عليها أكتر بعد إذن حضراتكم يعني. وهي ملحوظة إنه البطل العالمي محمد صلاح بعد ما سمع صفارة الحكم بانتهاء المباراة وفوز مصر على شقيقتنا المغرب في بطولة الأمم الأفريقية، رجع الملعب تاني وسلم على واحد من المنتخب المغربي وقعد جنب زميل ليه اللي هو كان اسمه حكيمي في اللي بيلعب في المنتخب المغربي، وكان بيواسيه بأنه معلش هارد لك. الملحوظة دي مش بس المصريين أخدوا بالهم منهم، ومش بس الدول العربية والأفريقية أخدت بالها من هذا الموقف، لا كل وسائل الإعلام في العالم، عشان كده بقول لكم إن العالم كله كان بيتفرج على الماتش ده، كل وسائل الإعلام في العالم حطت الصورة اللي محمد صلاح قاعد على الأرض
وبيتكلم وحاضن حكيمي اللاعب المغربي اللي للأسف يعني مفس. هذه الروح، هذه الأخلاق، هذه الـ 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 الاحترام، هذا الاحترام وهذا التقدير اللي أنا عايز أركز عليه، واللي نفسي بكل صراحة كل الكرة الأرضية وكل المنتخب المصري وكل اللي بيلعبوا في الأهلي والزمالك وكل الناس اللي بتلعب في الملاعب في جميع أنحاء العالم ياخدوا قدوة. محمد صلاح ده يبقى قدوة لكل المنتخبات في كل حتة في العالم. هذه الروح الرياضية اللي احنا محتاجين نرجعها تاني بشكل قوي جدا بهذا الاحترام، مش بس اللعيبة اللي في الملاعب، لا كمان الجمهور اللي بيتفرج على ماتشات الكورة في كل حتة في العالم ومن ضمنها جمهورية مصر العربية. يا جماعة ده ماتش، احنا مش داخلين نحارب. دولة المغرب دي دولة شقيقة، دولة المغرب او اي دولة تانية، اي فريق منتخب تاني، ده ماتش كورة. دي بيسموها القوة الناعمة بشكل عام في كل حتة في العالم، اذا كان رياضة او اذا كان فن. وهذا الهجوم برضو الشديد والتعصب الشديد في بعض الأحداث اللي حصلت في الأسبوعين اللي فاتوا دول من ناحية الفن، أنا بشوف الموضوع من فوق، بشوفه مش بشوف الجزء، لا أنا بشوف الكل. أعتقد أن اللي عمله اللاعب العالمي محمد صلاح امبارح لازم يدرس ولازم يبقى منشط في كل دولة في العالم، ان الجمهور ما يبقاش فيه عنده هذا التعصب الرهيب، وانه احنا في الاول وفي الاخر هذه روح رياضية، وهذه روح مين اللي هيكسب، هيكسب اللي هيلعب احسن، اللي ممكن يكون فيه حظ افضل، اذا كان وارد انه يحصل لا قدر الله ان كانت مصر اللي تخسر. محتاجين ان احنا يبقى فيه، بس بفضل الله الحمد لله يعني ان مصر هي اللي كسبت، لكن مش معنى كده ان احنا يبقى فيه نوع من التصارع ما بين الجمهور وبعضه والشعوب وبعضها على كرة القدم، ولا اللعيبة مع بعض في الملعب بهذا الكم من التشاحن الرهيب ما بين اللعيبة وبعضها. دي ملحوظة مهمة جدا 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 ان احنا نفهمها ونستوعبها ونتعلمها، وخصوصا الاجيال القادمه. علم ابنك انك انت الفريق اللي هيكسب هو اللي هيلعب احسن، هو اللي هيكون بفضل الله حظه افضل، ربنا رايد وخلاص. اللي هيكسب يكسب واللي ما يكسبش، لكن في الاول وفي الاخر احنا حبايب، واحنا في الاول وفي الاخر هنحترم بعض ونتقبل الاخر ونحترمه، ويبقى في مشاعر إنسانية أفضل وأفضل ما بين الشعوب وبعضها، زي ما مصر دائما بتنشر السلام في جميع أنحاء العالم للأفضل للشعوب العالم، إذا كان في أفريقيا ولا في العالم العربي ولا في العالم كله، في كل دول العالم. دي كانت ملاحظة أولى. حدث تاني بعد إذن حضراتكم هاخده سريعا، بس يعني مهم جدا برضو إن احنا نتأمله. امبارح كان في حريق حضرتك في حي الحسين، حريق كانت كبير الحقيقه يعني، وكان في حاله قلق طول الوقت يعني في هذا الحدث يعني على السوشيال ميديا، وحدث على تويتر وعلى فيسبوك، وعلى يعني كان في نوع من الـ 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 القلق الرهيب على ما يحدث في الحسين. طبعا انتوا عارفين حي الحسين والحاله المعنويه والدينيه اللي موجوده هناك، وطبعا المباني القديمه يعني، فطبعا كان في خوف كبير قوي على الاماكن الاثريه اللي موجوده في حي الحسين. الملحوظه اللي موجوده على كثير من السوشيال ميديا وكثير من الفيديوهات والناس اللي كانت واقفه في هذا الموقف الصعب، لان هي عماره كان فيها ناس وفيها عائلات، يعني في زوج وزوجه وفي اطفال حضراتكم، فطبعا تناولوا عدد من الفيديوهات اللي بتقول انه حصل الاتي. اول ما ابتدى يبقى في نار في المنطقه، الشرطه اللي موجوده في هذه المنطقه اللي بتحرس طبعا هذه المنطقه
اذا كان صباط واذا كان عساكر ما استنوش، ما استنوش الحمايه المدنيه وما استنوش المطافي، كله جري ناحيه المبنى اللي فيه الحريقه وكسروا الابواب وكسروا الشبابيك ودخلوا عشان يلحقوا الناس اللي موجودين جوه العماره اللي فيها الحريقه دي. احنا لازم نتامل ونستوعب ما يحدث وما حدث لغايه طبعا ما ابتدى يبقى فيه الحمايه المدنيه تصل والمطافي تصل وصلت، وطبعا وصلت بسرعه، لكن انا قصدي التصرف اللا ارادي، التصرف اللا شعوري، اللا انك انت يحافظ امن مصر في كل التخصصات، وبتفدي نفسك وبتفدي بتفدي عيلتك وبتفدي المواطنين المصريين بحياتك، دخلوا خبطوا وكسروا الابواب ودخلوا عشان ينقذوا الناس اللي جوه. انا مش ببالغ، انا بحكي ده اللي حصل، ده اللي حصل. ودائما الشرطة المصرية، وزارة الداخلية في كل التخصصات لا تدخر جهدا بان هي تضحي بنفسها وتضحي باغلى حاجة عشان تخليك انت عايش في امن وامان. دخلت بفضل الله المطافي وسيطرت على الحريق قد ما يقدروا بسرعة شديدة جدا، لكن رجال الشرطة اللي موجودين هناك والعساكر دخلوا وانقذوا بعض الناس بسرعة من الداخل. شفنا بعض الفيديوهات وهم المطافي، رجال المطافي كانوا واقفين على السلم وينزلوا طفل رضيع، ينزلوه للراجل اللي جنبيه او زميله لتحت. وبعدين شفت طفلة عندها 7-8 سنين خايفة طبعا ومرعوبة وخايفة باللي بيحصل ده كله ونار و وحضرتك مسكها رجل المطافي وحضنها وهي اشتعلت، يعني مسكته بشكل قوي جدا بحيث انه ينزل بيها بالامان، وامهم اللي كانت فوق في وسط النار ايضا. فتحية كبيرة جدا 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 لرجال الشرطة، مش بس في مواجهة الارهاب، ومش بس في ان هم بيقدموا روحهم فدا وطنهم عشان قتال الارهاب والتخلص من الارهاب اللي ممكن يكون بيهد بلاد، لا، تحية كمان لكل رجال الشرطة في كل التخصصات اللي بتحافظ على الأمن القومي المصري، اللي بتحافظ على الأمن الخاص بالمشاكل، المشاكل الخاصة بالمخدرات، ولا المشاكل الخاصة بالطرق والأمن الخاص بالطرق، اللي بيقعدوا 24 ساعة في ال 24 ساعة بيحرسوك في كل محافظات مصر وفي كل شوارع مصر عشان انت تكون نايم ومتدفي وسعيد آمن على بنتك وعلى على ابنك وعلى زوجتك وعلى وعلى، وتنزل في الشارع في اي وقت في خلال ال 24 ساعه انت امن. فتحيه كبيره لما حدث امبارح، نبرزها كده ونفهمها ونقول شكرا لرجال الشرطه اللي كنا بنحتفل بيهم يوم 25 يناير اللي فات بعيدهم، عيد الشرطه المصريه في عيدها 70. حضراتكم، أنا النهاردة هكتفي بهذا القدر في المقدمة، ده بعد إذن حضراتكم. ليه؟ لأنه النهاردة بفضل الله عندنا بعض الأخبار الهامة، وفي نفس الوقت عندنا بعض المداخلات التليفونية من المسؤولين اللي هنتصل بيهم النهاردة بحيث أن احنا نعرف أكتر وأكتر معلومات تهمكم وتهم المجتمع المصري في كثير من الموضوعات الهامة. فالنهاردة هكتفي بهذا القدر في الربع ساعة اللي فاتت دي من المقدمة، لأن دايما كنت بقعد أخذ مثلا ساعة لربع في المقدمة، فأنا النهاردة هكتفي بهذا القدر عشان النهاردة عندنا يعني اتصالات تليفونية مع مسؤولين نقدر ناخد منهم الخبر اليقين أو المعلومة اللي حضراتكم تصل لحضراتكم بشكل أفضل وأفضل إن شاء الله، ولا نأخذ المعلومات من بعض الوسائل الإعلام وبعض الوسائل السوشيال ميديا اللي دايما عايزة غير مصلحة الشعب المصري. فنأخذ المعلومة الصح، وخاصة أن أنتم عارفين طبعا أكيد يعني أن كثير من الشائعات اللي مش موجودة في أي دولة في العالم غير في مصر، كمية الشائعات دي اللي هي إيه دايما تخليك عايزة تحبطك بشكل أو بآخر. عموما النهاردة حضراتكم عندنا فقرة خاصة عن
علاقة الدولة المصرية بجميع الدول العربية والأفريقية. أكيد كلنا عارفين كويس قوي إنه بعد ثورة 30/6/2013 وحكم ورفضنا حكم الإخوان الإرهابية وطردناها وابتدينا نعمل نمو واقتصاد وازدهار في بلدنا، كمان عملنا علاقات جيدة جدا مع كل دول العالم دبلوماسيا واقتصاديا وتنمويا وخاصة الدول العربية والشقيقة طبعا والدول الأفريقية، ورجوع مصر إلى الدول الأفريقية بعد ما كان في تباعد تقريبا أكتر يمكن من 40 سنة من أول ما تولى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014، ومصر استراتيجيتها هي الرجوع إلى أحضان الدول الأفريقية بحيث أن يبقى في تعاون مشترك ما بينهم في كل المجالات لصالح الشعب الأفريقي ودول الأفريقية ولصالح الشعب المصري. ضيفي اللي هيكون منورني في الاستوديو سيادة النائب عفت السادات، النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، هينورني في الاستوديو بعد تناول بعض من الأخبار. الخبر الأول، الرئيس السيسي يوجه الاتصالات بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتناول الاجتماع متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري. ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلا عن دوره المهم في توفير أفضل الخدمات للمواطنين. كما وجه الرئيس بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات الإلكترونية بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل. الرئيس السيسي يوجه مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وتناول الاجتماع متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام. وعرض هشام توفيق مستجدات وتطوير شركات قطاع الأعمال العام خاصة ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة وأصول قطاع الأعمال العام وميكنة إجراءات العمل وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة. ووجه الرئيس في ذلك الصدد مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام. صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة قدمت الخدمة الطبية ل 18 ألف مواطن خلال يناير. تاني، صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة قدمت الخدمة الطبية ل 18 ألف مواطن خلال يناير. واصلت القوافل صندوق تحيا مصر تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصص العيون للمواطنين الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية مجاناً. من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق صندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح أن الصندوق نظم 23 قافلة للمبادرة الرئيسية نور حياة خلال الشهر يناير الجاري، وقدمت الخدمة الطبية لنحو 18 ألف مواطن من 73 قرية في 15 محافظة، هي السويس وجنوب سيناء، الشرقية، القيوبية، المنوفية، كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية ودمياط وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان. طبعا المبادرات الكثيرة ل 100 مليون صحة اللي بتخدم كل محافظات مصر في كثير كثير من التخصصات المختلفة.
الخبر اللي بعد كده، التعليم العالي، 51 قافلة تنموية بمحافظات الدلتا والقاهرة ضمن حياة كريمة. أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية، مشيرا إلى تعاون الجامعات مع هذه المبادرة في إطلاق قوافل شاملة ل 51 مركزا والقرى التابعة لها بالمحافظات الواقعة في النطاق الجغرافي للجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى بدءا من يناير وحتى نهاية العام الجاري. وأكد عبد الغفار أهمية هذه القوافل في تقديم العديد من الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية والزراعية، فضلا عن الدورات التوعية والتثقيفية للمواطنين. حضراتكم عندنا مداخلة خاصة بصندوق تحيا مصر، مبادرة نور حياة قدمت الخدمة الطبية ل 18,000 مواطن خلال يناير. أستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. حضراتكم صندوق تحيا مصر اللي الحقيقة بيقوم بمجهود كبير جدا 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 في كل التخصصات في كل المجالات لدعم الدولة المصرية في محاولة للوقوف بجانب كل من هم محتاجين المساعدة في جمهورية مصر العربية من جميع المحافظات. كلمني بعد إذن حضرتك عن مبادرة نور حياة قدمت الخدمة الطبية ل 18,000 مواطن خلال يناير، فهمني أكتر بعد إذنك. الحقيقة مبادرة نور حياة الحقيقة كان من ضمن المبادرات الرئاسية الحقيقة اللي تم السيد الرئيس بتنشينها يمكن في يناير 2019، وده الحقيقة بعد الإحصائيات اللي صدرت عن منظمة الصحة العالمية بشأن الأعداد المتزايدة للإصابات فيما يتعلق بمسببات ضعف وفقدان الإبصار حول العالم، وكانت الأرقام كبيرة جدا، وكان الاتجاه العالمي لمكافحة هذه المسببات، خاصة أن 80% من هذه المسببات لو تم تشخيصه مبكرا بنتلافى المضاعفات الخاصة بكل أمراض العيون. يمكن احنا اشتغلنا خلال يناير الحالي على 18,000 مواطن استفادوا من خدمة كشف الرمد بالإضافة لصرف النظارات الطبية والعلاج، وكمان إجراء أكثر من 1080 عملية خلال الشهر الحالي، وده تم على المواطنين في 15 محافظة. لو اتكلمنا بشكل عام على مبادرة نور حياة، احنا الحمد لله يمكن لحد دلوقتي وصلنا لمليون واربعمائة ألف مواطن ما بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية اللي خضعوا للكشف الطبي، بالإضافة طبعا لصرف العلاج والنظارات مجانا من خلال القوافل اللي بنشتغل عليها في كل محافظات مصر. أستاذ محمد بعد إذنك، نور حياة دي كانت مبادرة خاصة كمان بالأطفال في المدارس، هل ال 18,000 يضم الطلبة اللي في المدارس وأيضا المواطنين المصريين بشكل عام؟ احنا بنتكلم ان القوافل الميدانية بتستهدف البالغين، لكن مرحلة التعليم الاساسي او المدارس الحكومية الابتدائية دي بنشتغلها بقوافل خاصة منفصلة شوية، يمكن عشان بس جائحة كورونا وظروف الاجراءات الاحترازية، فاحنا شوية موقفين القوافل الخاصة بالمدارس بحيث ان احنا نراعي شوية الاجراءات الاحترازية، وبمجرد باذن الله ما جائحة كورونا بس تبتدي حدتها تقل هنستهدف القوافل الخاصة بالمدارس ان شاء الله. استاذ محمد بعد اذنك، يعني اسمح لي يعني ان انا انتهز فرصة ان حضرتك معايا على الهوا هنا ونوضح اكتر المجهود الكبير لصندوق تحيا مصر في موضوع المشروع القومي لتطوير قرى مصر تحيا مصر فحياة كريمة. فبعد إذن حضرتك، إيه آخر المستجدات في هذا الموضوع، وخاصة أنه مش بس مصر والمصريين المهتمين بهذه المبادرة الكبيرة جدا والضخمة جدا اللي هيتصرف عليها 700 مليار جنيه مصري في خلال 3 سنوات، بل العالم كله والأمم المتحدة بتشيد بهذا المشروع، دور حضرتك صندوق تحيا مصر في هذا الموضوع وآخر المستجدات بعد إذنك؟ ما فيش شكل حقيقة. يمكن أهمية مشروع حياة كريمة باعتباره أنه مشروع قومي لتطوير الريفي المصري، هو الحقيقة حمل كل الطموحات لدى كل الجهات. صندوق تحيا مصر باعتباره كيان معاون لأجهزة الدولة، احنا بنشتغل في أكثر من محور، من ضمن المحاور طبعا التنمية العمرانية أو توفير سكن كريم، وهي أحد
المحاور الأساسية لمبادرة حياة كريمة. يمكن احنا اشتغلنا خلال الفترة اللي فاتت على إعمار 11200 منزل، حاليا يمكن مع بداية يناير احنا شغالين في مرحلة جديدة لإعمار المنازل المتدهورة في قرية بني سويف، في محافظة بني سويف. احنا شغالين على 330 منزل سواء برفع الكفاءة أو إدخال وصلات المياه والكهرباء، وكمان فرش وتأسيس البيوت بعد إتمام عملية الإعمار. كمان احنا شغالين على مشروع طموح الحقيقة للتعاون مع القطاع الخاص، باعتبار ان صندوق تحرير مصر قائم على الشراكه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني واجهزه الدوله لتطوير قريه سيدي عبد الرحمن. وان شاء الله احنا بنسعى ان احنا نقدم نموذج الحقيقه للمجمعات الخدميه اللي هتقدم كافه الخدمات الحكوميه للمواطنين في القرى الاولى بالرعايه. على مستوى الرعايه الصحيه احنا بنحاول نتكامل مع البنيه الاساسيه الضخمه اللي بيتم اعدادها من خلال حياه كريمه، سواء من خلال توفير اجهزه الغسيل الكلوي واحلالها وتجديدها في عدد كبير جدا من المستشفيات. احنا الحمد لله خلصنا مع وزاره الصحه احلال اجهزه الغسيل الكلوي في 203 مستشفى على مستوى الجمهوريه. كمان احلال وتجديد حضانات الاطفال المبتسرين، وحضرتك عارف ان في عدد كبير من القرى كان بيعاني من عجز في الحضانات وكان بيتطلب ده مشقه كبيره في السفر. كمان الحمد لله يمكن احنا اشتغلنا وتوفرنا 500 حضانه للاطفال المبتسرين في 35 مستشفى. بنعوض كمان فكره غياب بعض او العجز احيانا سواء في عدد الاطباء او غيره، ان احنا بنعمل قوافل طبيه شامله ميدانيه، والحقيقه ده بتكليف رئاسي ان احنا نكثف من هذه القوافل في المناطق النائيه والحدوديه، خاصه مع استقبال فصل الشتاء من كل عام، عشان نقدم قوافل طبيه شامله وكمان نوفر القوافل الخاصه بالحمايه الاجتماعيه اللي بتقدم الدعم الغذائي و الملابس والأغطية والأمتعة اللي نقدر إن احنا نقول إن الشخص أو المواطن الأولى بالرعاية بتتكامل مع منظمات ألو أستاذ محمد؟ أستاذ محمد؟ أنا سامع حضرتك يا فندم. طيب حضرتك آخر سؤال بعد إذن سيادتك عشان ما أطولش، يعني وأكيد حضرتك أكيد عندك الكثير والكثير من المعلومات اللي ممكن برضو تنشرها في كثير من وسائل الإعلام. معلومة بس نوضحها للمشاهد المصري في جميع محافظات مصر، صندوق تحيا مصر ملوش دعوة بالميزانية الخاصة بالدولة، ولكن هذا الصندوق هو لدعم كل ما هو مشاريع تخص المواطن المصري، بحيث ان احنا نقدر نساعد قد ما نقدر اكثر واكثر. صحيح اللي انا اقول المعلومة اللي انا بقولها؟ طبعا يا فندم، هو القرار الخاص بتأسيس صندوق تحيا مصر هو كان ذو طبيعة خاصة معاول لأجهزة الدولة، قائم على التبرعات والمنح والهبات سواء من الأفراد أو من المؤسسات. الحمد لله يمكن خلال الفترة اللي فاتت مع زيادة عدد المشروعات اللي بينفذها الصندوق، الثقة بقت كبيرة جدا في الصندوق سواء في الداخل أو الخارج من المصريين اللي بيحرصوا الحقيقة من خلال سواء التعاون مع وزارة الهجرة، بالاضافه كمان لوسائل التواصل الاجتماعي. احنا بيجي لنا اتصالات كتير جدا جدا من مصريين في الخارج بيبقوا مهتمين ان هم يدعموا توجه الدوله ويشاركوا معانا في المشروعات اللي بنطور بيها الكرة. كمان الافراد يعني مش بس المؤسسات او القطاع المصرفي اللي بيشتغل معانا في كل المشروعات التنمويه اللي بننفذها، لا بالعكس، يمكن الاتجاه واضح جدا جدا من الدوله، حريصه ان هي تنفذ وتطور وتنمي من كل ما هو يتعلق من الخدمات المقدمه للمواطنين. واحنا بنعيش طبعا عام 22 هو عام المجتمع المدني زي ما حضرتك عارف، فهي فرصه كبيره جدا جدا الحقيقه ان منظمات المجتمع المدني تقدر تكثف من جهودها، واحنا حريصين الحقيقه ان احنا نتعاون مع اكبر عدد من منظمات المجتمع المدني وصولا ان احنا نحقق اقصى استفاده للمواطن الاولى بالرعايه. استاذ محمد كتر خيرك يا فندم، وكتر خير هذا الصندوق العظيم اللي بيصب في الاخر في مصلحه ال 100 مليون مواطن مصري لتقديم الخدمات، اذا كانت الصحيه، اذا كانت اقتصاديه، اذا كانت تنمويه، اذا كان في كل التخصصات، لإظهار حقوق الإنسان في الحياة بشكل عام أكثر وأكثر، وخاصة مع المنظمات المجتمع المدني كلها. أستاذ محمد مختار متحدث باسم صندوق تحيا مصر، شكرا لحضرتك يا فندم.
تمام. التعليم العالي 51 قافلة تنموية محافظات دلتا والقاهرة ضمن حياة كريمة. أنا قريت هذا الخبر أعتقد، وبعدين رجعنا تاني لموضوع صندوق تحيا مصر. الخبر: الحكومة تنفي توجيه تكافل وكرامة لغير مستحقيه بسبب أخطاء في قواعد البيانات. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنباء بشأن توجيه برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لغير مستحقيه نتيجة وجود أخطاء في قواعد البيانات. تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتوجيه برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لغير مستحقيه نتيجة وجود أخطاء في قواعد البيانات. وشددت الوزارة على انتظام صرف برنامج تكافل وكرامة بشكل طبيعي لكافة الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، ثم حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج مع إجراء زيارات ميدانية بشكل دوري. الصحة: تطعيم 37 مليون مواطن بالجرعة الأولى للقاح كورونا بمحافظات الجمهورية. أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تطعيم 37 مليون و190 ألف و384 مواطنا بالجرعة الأولى للقاح كورونا، و25 مليون و928 ألف حصلوا على الجرعة الثانية، بينما 618 ألف و761 مواطنا حصلوا على الجرعة الثالثة. وبلغ إجمالي الجرعات التي تم صرفها للمواطنين 63 مليون و737501 جرعة حتى الآن. وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أكد أنه يمكن الحصول على لقاح كورونا بعد التعافي من الإصابة بأوميكرون بعد التعافي بمدة شهر. يعني حضرتك لا قدر الله لو أصبت بمتحور أوميكرون، اللي هو دلوقتي الحمد لله ان هو اصابته بتبقى خفيفة الى حد كبير، وممكن انك انت بعد اقل من او حوالي 10 ايام ممكن انك انت ترجع تاني بشكل افضل، حضرتك لازم نستنى شهر عشان تاخد جرعات الخاصة باللقاح. وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان اكد انه يمكن الحصول على لقاح كورونا بعد التعافي من الاصابة اوميكرون بعد التعافي بمدة شهر. وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن اللقاح آمن وهام، وهو أضمن وسيلة للحماية من عدوى كورونا بشكل عام للناس المواطنين اللي لسه لحد دلوقتي ما أخدوش لقاح وباء فيروس كورونا. أرجوكوا توجهوا إلى المناطق الخاصة ب التلقيح لهذا وتاخدوا اللقاح خاص بوباء فيروس كورونا. في كثير من المراكز حضراتكم دلوقتي ممكن تروح بصفه يعني بدون ما تسجل اسمك على الكمبيوتر، من غير لما انك انت تاخد ميعاد. حضرتك في اماكن كتيره منتشره في الجمهوريه دلوقتي انك انت تقدر تخش على طول تسجل وتاخد اللقاح مباشره. حضراتكم معانا على التليفون الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. مساء الخير يا فندم. يا نوري حمدي، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام. دكتور حسام، بعد إذن حضرتك أنا قلت معلومة قبل لما أخذ التليفون على طول، وهي إن في كثير من المراكز في جميع أنحاء الجمهورية تقدر بدون ما تكون سجلت على الصفحة الخاصة بتسجيل عشان أخذ اللقاح ممكن تتوجه على طول وتسجل وانت واقف وتأخذ اللقاح. هذه الخدمة ما زالت موجودة بشكل عام؟ أي فندم، موجودة وبيتم التوسع فيها. يعني احنا بدأناها في محطتين للمترو، النهاردة احنا بنتكلم عن أكثر من 6-7 محطات. نتكلم النهاردة على المولات، بدأنا ب3-4 مولات، النهاردة بنتكلم على تقريبا في كل عواصم المحافظات الكبرى، إن لم تكن بدأت فهي على وشك البدء، يكون في أماكن لتلقي اللقاح في التجمعات في المولات، وده يستطيع المواطن هو يروح ويسجل وهو واقف ويحصل على اللقاح. دكتور حسام، بعد إذن حضرتك، الحالة العامة في مصر لوباء فيروس كورونا والمتحور المنتشر حاليا مش بس في مصر، في جميع أنحاء العالم اللي هو أوميكرون، حضرتك تصف الحالة حاليا بإيه؟
في ارتفاع ملحوظ في معدلات الاصابه. الحمد لله الاحتياج لدخول المستشفيات لا يتناسب طرديا مع ارتفاع عدد الاصابه، لكن ده لا يعني انه احنا ما عندناش ارتفاع، وان ده شيء يدعو لان الناس تبدا تلتزم بالتزام شديد بالاجراءات الاحترازيه، وفي نفس الوقت كل من لم يتلقح يتوجه لتلقي التقييم. اللي فات عليه 6 شهور ياخذ الجرعه المعززه، اللي عمل اللي طعم الجرعه الاولى ولم يذهب للحصول على الجرعه الثانيه يتوجه للحصول على الجرعه الثانيه. متى ياخذ الجرعه الثالثه بعد اذنك او الرابعه؟ لا احنا بنتكلم على الثالثه بعد 6 اشهر من تلقي كامل اللقاح. تمام، يعني الجرعه الاولى والجرعه الثانيه وبعدين الجرعه الثالثه بعد 6 شهور. بعد 6 اشهر بالظبط. طيب دكتور حسام، تعليق حضرتك بعد اذنك على بعض الدول اللي موجوده في جميع انحاء العالم زي بريطانيا، انجلترا، وكثير من السوشيال ميديا وكثير من الاخبار اللي بتقول ان من يوم 27 يناير انجلترا ان شاء الله هتبعد عن الكمامه وهتبعد عن الاجراءات الاحترازيه و و و تقول ايه للمواطن المصري في مصر عن هذه الاخبار وحالتنا احنا الخاصه في مصر؟ اقول له انه الهدف النهائي لاي دوله الحفاظ على الوضع الصحي والعوده الى ما كنا عليه قبل الكورونا، وده مش هيحصل الا لو وصلنا بمعدلات التطعيم الى 70% من الفئه المستهدفه. وبالتالي الدول التي بدات اتخاذ اجراءات الفتح هي الدول التي وصلت الى معدلات تطعيم مرتفعه. فلو احنا عايزين نعود مره اخرى الى وضعنا اقرب ما يكون قبل الوباء، لابد ان نصل بمعدلات التلقيح الى ال 70% اللي احنا مستهدفينها في وزاره الصحه. دكتور حسام، بعد اذن حضرتك سمعنا في الاخبار بشكل عام من وزاره الصحه او الكثير من الجهات المعنيه انه في كميه كبيره من ادويه الخاصه بوباء فيروس كورونا وصلت الى مصر، في بعض الشحنات وصلت الى مطار جمهوريه مصر العربيه بانواع واسماء مختلفه. هل هذه الادويه ممكن ان احنا نستخدمها في للمواطنين المصريين في البيوت؟ لا، يعني حتى هذه اللحظه لا يوجد عقار يستخدم في البيت. العقارات سواء التي صنعت محليا زي المولونوبيرافير بيؤخذ في المستشفيات تحت الاشراف الطبي، او يؤخذ تحت الاشراف الطبي من خلال المستشفيات. وفي عقاقير اللي زي اللي وصل يوم السبت اللي فات اللي هو الايجو شيلد، وده بيؤخذ عن طريق الحق، ده ايضا بيتم اخذه في المستشفيات. اذا كل الشحنات الخاصه بعلاج وباء فيروس كورونا مش هتكون في الصيدليات ولكن موجوده فقط في المستشفيات للحالات؟ احنا بنتكلم على الحالات الخفيفه والمتوسطه التي عندها من العوارض او من الاسباب ما يجعلها محتمله ان تصاب بمرضى شديده، زي نقص المناعه، زي الامراض المزمنه، زي المراحل السنيه المتقدمه. دكتور حسام، بعد اذن حضرتك، هل وارد مع زياده الاصابات بفيروس كورونا وخاصه ان احنا سمعنا ان في تحورات جديده ظهرت في بعض الدول الاوروبيه او بعض الدول بشكل عام، هل وارد ان احنا نرجع تاني يحصل نوع من الاغلاق بشكل او باخر؟ يعني هو الوارد الان والمطالب به هو التلقيح وتشديد الالتزام بالاجراءات الاحترازيه. معادله الاغلاق من عدمه ده بيحتاج الرجوع الى اللجنه العليا لاداره ازمه كورونا برئاسه الدوله رئيس مجلس الوزراء، عشان احنا في النهايه الهدف هو تقليل الاصابات وتقليل معدل دخول المستشفيات. كلما امكننا ان نحقق ذلك من خلال التلقيح والاجراءات الاحترازيه يبقى حققنا الهدف. دكتور حسام عبد الغفار، متحدث باسم وزارة الصحة والسكان، شكرا لحضرتك يا فندم. العفو، شكرا لحضرتك. الصحة تتلقى الدفعة الأولى من عقار إيفو شيلد أحدث علاج كورونا. وصلت الدفعة الأولى المكونة من 15,000 جرعة من عقار إيفو شيلد، التركيبة التي تضم 2 من الأجسام المضادة طويلة المفعول من استرازينيكا لأغراض الوقاية قبل التعرض لكوفيد 19 إلى مطار القاهرة الدولي يوم السبت 29 يناير. وتعد مصر أول دولة أفريقية ورابع دولة على مستوى العالم تتلقى عقار إيفو شيلد، ويأتي وصول الدفعة الأولى من الجرعات بعد أيام معدودة من حصول العقار على تصريح الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية من كوفيد 19.
اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي مرجان 17. اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي مرجان 17 والذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والتي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية. تتضمن التدريب تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة في اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية. حضراتكم، هنكتفي بهذا القدر من المقدمة والأخبار، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى هيكون ضيفي اللي منورني في الاستوديو النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية في والأفريقية بمجلس الشيوخ، والدور الإقليمي للدولة المصرية عربيا وأفريقيا. فاصل وراجعين حالا.